عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من داخل استديو خلية الإنتاج الإعلامية التابعة للاتحادية الوطنية لكرة القدم. أحييكم واللقاء مقتضب مع معالي وزير الشباب والرياضة سيد محمد ول جبريل على هامش زيارته لمباني مقر الاتحادية الوطنية لكرة القدم. معالي الوزير، أهلا ومرحبا بكم في بيت كرة القدم الموريتانية. بداية معالي الوزير، طبعا أسابيع قليلة على توليكم حقيبة الشباب والرياضة، ما هي السياسة التي تحملونها من أجل تطوير الرياضة بشكل عام في بلادنا وعلى وجه الخصوص رياضة كرة القدم؟ معالي الوزير، سؤالي الثاني يتمحور حول الدعم المادي. بطبيعة الحال الدعم الحكومي للاتحادية خاصة كان له أثر كبير في تحقيق الكثير من النتائج وتقدم كرة القدم أشواط إلى الأمام. معاليكم، ما الذي تعيدون به من دعم للاتحادية لتطوير أو المحافظة على هذه النتائج المحققة، ولما لا تحقيق الأفضل مستقبلا؟ انتشار في مستوى في الأماكن داخل خصوصا المقاطعات البلدية التي توصل
معالي الوزير، سؤالي الأخير طبعا بعد تجولكم اليوم داخل أروقة الاتحادية الوطنية لكرة القدم وإطلاعكم عن كثب على سير العمل داخل هذه الاتحادية، ما هو الانطباع الذي خرجتم به عن هذه الاتحادية؟ إن شاء الله معالي وزير الشباب والرياضة سيد محمد والجبريل، كنتم ضيفا على خلية الإنتاج الإعلامي التابعة للاتحادية الوطنية لكرة القدم، شكرا جزيلا لكم. شكرا. تحيات فريق العمل وفي أمان الله.